السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتمنى من الله تكونوا في أحسن الأحوال وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو. مرحبا بكم في القناة ومرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم إن شاء الله عادي نشارك معكم طريقة عمل العسل في المنزل ناجح 100% وسهل التحضير مع أسرار نجاحه بدون قلب السكر وبدون طنجرة الضغط. خليكم معايا باش نشوفوا المقادير والطريقة ديال التحضير. خليكم معايا. ندوزو على بركة الله. هنا المقادير عندي هنايا لتر ديال الماء، عندي هنايا جوج ديال الكيلو ديال السكر، عندي هنايا ليمون مقطع دوائر او الحامض كل واحد وشني كيقولو، وعندي هنايا عويدة ديال القرفة. هادوم هما المقادير اللي عادي نحتاج، ساهلين وبساطين ومتوفرين في كل بيت. ندوزو على بركة الله الطريقة ديال التحضير. انا هنايا جبت الطنجرة عادية اللي عادي نطيب فيها العسل ديالي، كنكب فيها جوج ديال الكيلو ديال السكر، وكيف ما قلت لكم ما نطيبش في طنجرة ديال الضغط، فقط عادي نطيب في طنجرة عادية. كنكبو هنايا جوج ديال الكيلو ديال السكر في الطنجرة ديالنا، وكنزيد عليها لترو ديال الماء. وكيف ما قلت لكم ما نستعملش السكر قالب، علاش؟ حيت حنا في اوروبا هنايا ما كنتوفروش على السكر قالب، يعني قليل بزاف باش تجبر القالب ديال السكر كيتباع هنا، فلهذا كنستعملو غير السكر سنيده وكيعطينا نفس النتيجه. كيف ما شفتوا معايا، من بعد ما عملت جوج ديال الكيلو ديال السكر في الطنجره وزدت عليهم لترو ديال الماء، كنحركوها واحد التحريكه خفيفه كيف ما كتشوفوا معايا باش السكر ديالنا يذوبنا مع الماء. كنخليوها تقريبا جوج ديال الدقائق حتى ثلاثة ديال الدقائق، غير على من ما نشوفوا السكر ذابنا شويه في الماء. هيا كيف ما كتشوفوا معايا، عملت الطنجره ديالي على نار متوسطه وكنبقى كنحرك يدي باش السكر ديالنا ما كيتحرقش. كيف ما قلت لكم في الاول كنعملوه على نار متوسطه حتى كيبدا العسل ديالنا كيغلي، عاد كنقصوا له على نار مهيله. صراحه الله هذه الطريقه هذه كتجي جد سهله ومبسطه، والعسل كيجي ناجح 100%. ويمكن لكم تستعملوها في اي جميع الانواع ديال المعسلات، كيبقى على حسب الذوق ديالكم فين تستعملوها. انا هنايا غادي نعمل قطع ديال الليمون او الحامض كل واحد وشني كيقول. هنزيد عليه هنايا العويدات ديال القرفه، وكنخليو الماء والسكر ديالنا حتى كيبداو يغليو، عاد كنقصوا له على نار مهيله. خليكم معايا حتى الاخر ديال الفيديو. وهنايا كيف ما كتشوفوا معايا الماء والسكر بداو كيغليو لنا، كنعملوا هنايا واحد التحريكه عايده وكنقصوا لها على نار مهيله باش الماء والسكر ما كيفيطوناش، حيت ملي كيبداو كيغليو كيعملوا لنا ديك الرهوه من الفوق، الا خليناها مجهده غادي تفيتنا على البوطه، فلهذا كنقصوا لها على نار مهيله وكنخليو العسل ديالنا يطيب على خاطره. هنايا كنخليو العسل ديالنا كيطيب على نار مهيله، ملي كيوجدنا العسل ديالنا هاد الدوائر ديال الليمون كيرجع اللون ديالو ذهبي، تما باش كنعرفو بان العسل ديالنا صافي وجد. خليكم معايا حتى الاخر ديال الفيديو. وهنايا كيف ما كتشوفوا معايا العسل ديالنا رجع اللون ديالو ذهبي، يعني وجدنا صافي طاب العسل ديالنا. هنايا كيف ما كتشوفوا معايا حتى القطع ديال الليمون حتى هما رجعوا في اللون الذهبي، يعني صافي العسل ديالنا ها هو طاب.
العسل ديالنا ها هي صافي وجدات، رجعت في اللون الذهبي كيف ما كتشوفوا معايا، وحتى الدوائر ديال الحامض او الليمون حتى هما كيرجعوا في اللون الذهبي. هنا صافي كتكون العسل ديالنا صافي وجدات، كنطفيو عليها وكنخليوها تبرد. هنايا كيف ما كتشوفوا معايا العسل ديالي كتبان لكم خفيفه حيت هي باقي ما بردتش، هي باقا سخونه. انا هنايا يلا كنت طفيت عليها، كنخليوها حتى كتبرد عاد كتعطينا الشكل النهائي كيف ما تشوفوا معايا في الاخر ديال الفيديو. الا جاتكم العسل ديالكم ثقيله كتزيدوا لها كاس ديال الماء اولا كاس ديال الماء زهر، الا بغيتوها تكون من السماء، الا ما بغيتوهاش تكون من السماء كتزيدوا لها فقط كاس ديال الماء. هذه الا جاتكم العسل ديالكم ثقيله، الا جاتكم العسل ديالكم بحال اللي غتشوفوا معايا في الاخر ديال الفيديو ما كتزيدوا لها حتى شي حاجه، كتخليوها كما هي. خليكم معايا باش نشوفوا الشكل النهائي ديال العسل ديالنا من بعد ما بردات. كان هذا هو الشكل النهائي ديال العسل من بعد ما خليته حتى برد، كيجي على هذا الشكل هذا كيف ما شفتوا معايا. طريقه جد سهله ومبسطه وناجحه 100%. كنتمنى هذه الطريقه هذه تكون نالت الاعجاب ديالكم وتجربوها وتعجبكم وتنجح معكم. وصلنا للاخر ديال الفيديو، نتمنى الفيديو ديال اليوم يكون نال الاعجاب ديالكم، ولا عجبكم الفيديو ديال اليوم ما تنسونيش من اللايكات ومن التعليقات ديالكم، واللي باقي ما اشتركش في القناه مرحبا به ويشترك ويفعل زر الجرس باش يوصلوا الجديد. شكرا لكم على المشاهده وعلى المتابعه، والسلام عليكم. تلقوا فيديو اخر ان شاء الله. بسلام عليكم.